أعزاء أنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نحييكم مجدداً في لقائنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. منح رتبة الشموسية لعدد من أبناء الرعية الأرثوذكسية. المطران ويليام الشوملي يحاور حول تحديات الحياة المكرسة في لقاء اتحاد الرهبانيات. مدينة لفحيص تقيم حفلة تكريم للمعلمين والطلبة المتفوقين. وفيها أيضا من القدس شبيبة السلزيان تقيم حفلا تكريميا لوداع المفتش الإقليمي للسلزيان في الشرق الأوسط. أهلا بكم. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة خدمة القداس الإلهي لمنح نعمة الشموسية بوضع اليد على الابن الروحي جيريس مخامرة الذي احتفل برسامته في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس بعمان. تفاصيل أوفى في سياق التقرير. ببركة وقرار صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين وأعضاء المجمع المقدس، أقيمت في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس بعمان مراسم رسامة السيد جيريس مخامرة من أبناء مدينة لفحيص لرتبة شماس ليكون خادما لرعيته وكنيسته، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطل الله مطران عماني وتوابعها خدمة القداس الإلهي بهذه المناسبة بمشاركة المتروبوليت فينيديكتوس وبمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وحضور الراهبات وجوقة الكنيسة وجمع من المؤمنين. وخلال القداس وبعد إلباس الشماس المنتخب حلة الشموسية الكهنوتية وتقدمه بالسجود أمام المائدة المقدسة ووضع سيادة المطران يده على رأسه وقراءته الصلاة الخاصة لتحل نعمة الروح القدس عليه، ألقى سيادته والشماس المنتخب كلمات خاصة بالمناسبة. يا بني اعلم جيدا إن الدعوة مقدسة وسامية ورهيبة، إذ أن الداعي هو الرب نفسه. تفاعل مع هذه المحبة ومع هذه الدعوة بروح التواضع، لأن التواضع هو الذي يعلمنا المحبة. كلما اتضعت ستتعلم كيف تحب، وكلما أحببت ستتعلم كيف تصبر وتحب وستتواضع، لأن المحبة والتواضع لا ينفصلان عن بعضهما البعض. لذلك يا بني الشموسية هي رتبة ملائكية، فأنت من الآن وصاعد ستكون شماساً، ستكون ملاكاً في الكنيسة. إن الخدمة لا يمكن أن تأتي إلا من قلب محب، فشرط الرعاية هو المحبة، وهذا ما أكده الرب بقوله لبطرس: أتحبني يا بطرس؟ ارعى خرافي. صاحب السيادة، لقد حانت اللحظة لكي أتقدم إليكم هاتفاً وصارخاً: مستعداً قلبي يا الله، مستعداً قلبي. اليوم كان في عنا بهجة كبيرة وبركة، لأنه بنعمة ربنا صار شماس جديد بالكنيسة اللي هو ابن الروحي سابقاً جيريس مخامرة وهلأ أرسينيوس مخامرة. نعمة ربنا تكون معه حتى يخدم الكنيسة لمجد اسم ربنا، وهي دعوة لكل الشباب
حتى يتقدموا للكنيسة، أبواب الكنيسة مفتوحة لإلهم حتى يصبحوا كهنة وشمامسة ليخدموا الكنيسة، وكمان لأبنائنا وبناتنا الرهبان والراهبات، حتى لأنه الكنيسة محتاجة لكل أب لكل ابن وبنت من أبنائها للخدمة فيها. ربنا يبارك الجميع، ونعمة ربنا تكون معكم أنتوا كمان في النور سات. تمت اليوم رسامتي شماس، وشماس هي رتبة الأولى من سر الكهنوت المقدس، أي الخادم الذي يعاون الكاهن. تمت اليوم بوضع سيادة يد سيادة المطران خريستوفورس عبد الله، وبحضور العديد من الآباء الأجلاء والأهل الكرام. تمت الطقوس، وهذه الطقوس اللي تمت هي طقوس من تقليد الكنيسة الأرثوذكسية، وهذه الخدمة موجودة من أيام الرسل القديسين، حيث كان أول الرسل هو استفانوس الشهيد الذي رجم من اليهود لاعترافه بالإيمان المسيحي، واستمرت هذه الخدمة موجودة في الكنيسة إلى هذه اللحظة. وفي ختام القداس وأخذ البركة الختامية، التأم الجميع في قاعة الكنيسة لتقديم التهنئة للشماس المنتخب ولذويه وللكنيسة الأرثوذكسية. خلال زيارته الرعوية الأولى لمعين بمحافظة مادبا، ترأس سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، بمعاونة الأب معين الحلو راعي الكنيسة وعدد من الأباء الكهنة، بمشاركة جموع المؤمنين وأبناء الرعية. وفي بداية القداس منح سيادته رتبة الشماس القارئ لطاهر حدادين ليكون خادما للكنيسة والرعية وسط فرح وبهجة ذويه ومحبيه. وها أنتم اليوم في ماعين يا صاحب السيادة، كأجمل تعبير عن استجابة الله تعالى لصلواتنا وأدعيتنا وابتهالاتنا. فماعين ممعنة في الأصالة ومغرقة في التراث الإنساني الحضاري والديني، وها نحن اليوم في ماعين نقدم لكم يا صاحب السيادة أجمل التهاني وأعطر التبريكات بمناسبة تعيينكم رئيس أساقفة على كرسي أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، شاكرين لكم عطفكم الأبوي وزيارتكم الكريمة، وسائلين الرب الإله الذي دعاكم إلى هذه المسؤوليات الجسام أن يرافق دربكم ويرعاكم ويسدد على طريق الرشد خطاكم بنعمة الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. وخلال حفل الترحيب ولقائه أبناء الرعية، أشاد سيادته بجهود القائمين على الكنيسة ورعيتها في معين ومختلف مناطق المحافظة، لافتا إلى أن معين شاهدة على انطلاق أول أسقف في الأردن قبل نحو 100 عام، وهو المطران بولس سلمان، ووعد الحاضرين بعد الاستماع لأحوالهم بإقامة مركز للشبيبة بعد ترميم المباني وتحديث المرافق التابعة للكنيسة، من أجل أن تكون معين منطلقاً للأنشطة الدينية والروحية والترفيهية المختلفة، مشيداً سيادته في حديثه مع أبناء المنطقة براعي الكنيسة الأب معين الحلو ومجلس الرعية والفعاليات الرعوية المختلفة من أبناء المجتمع المحلي. مندوباً عن رئيس الوزراء، رعى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة حفل تكريم المعلمين بمدارس الفحيص وطلبتها المتفوقين في الثانوية العامة، والذي أقيم في مبنى بيت الفحيص. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بحضور حاشد احتفلت مدينة الفحيص بتكريم معلمي مدارسها وطلبتها المتفوقين في الثانوية العامة، وذلك في حفل أقامته ببيت الفحيص حضره مندوب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة والنائب فوزي الطعيمة وعدد من المسؤولين والآباء الكهنة ومدراء ومديرات المدارس في الفحيص وماحص وجمع كبير من المدعوين.
وأكد محافظة في كلمة الافتتاح أن المعلم هو العنصر الأساسي القادر على تحقيق الآمال والتطلعات التربوية المنشودة، وهو شريان الحياة الذي يحيي فينا قيم حب العلم والتعلم. وأضاف أن وزارة التربية على دراية ما يعانيه المعلمون من صعوبات عديدة في التعايش مع البيئة الصفية التي أصبحت بحاجة إلى الكثير من التطوير والتحسين، ولذلك نعمل جاهدين لنبقى يدا بيد مع المعلم ومتابعة تنفيذ كل إجراء يمكن معه الحفاظ على مكانته ورفعته وهيبته، مقدرين دوره المهم في تعميق وتكريس مفاهيم التميز والإبداع، انطلاقا من عظم الرسالة السامية التي يؤديها المعلم الأردني في نهضة الوطن وتقدمه. نعمل جاهدين لنظل يدا بيد مع المعلم ونتابع تنفيذ كل إجراء يمكن معه تحقيق ما يضمن الحفاظ على مكانته ورفعته وهيبته واحترامه وما يسهم في رفع كفاءته من خلال إعداد المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم بما يمكنهم من الاطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم نحو أبنائنا الطلبة. ونستذكر في هذا المقام الدور الكبير والجهد العظيم الذي قدمه زملاؤنا المعلمون المتقاعدون طوال سنوات عملهم في خدمة الوطن وتربية النشء، فأوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم لنبني وطننا ونكمل مسيرتهم بالخير والاجتهاد والعطاء، شاكرين دعوة بلدية الفحيص والقائمين على فعالياتها ومؤكدين اعتزازنا بكل الشركاء والمؤسسات التطوعية والتربية والتربوية في مدينة الفحيص، ومثمنين الاستمرار في تقديم الدعم والمؤازرة لبرامج الوزارة التطويرية. من جهته قال رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر إنه يحق لنا أن نفخر بأن الوعي بقيمة التعليم كان مبكراً، لذا غدا تطوير التعليم وإعادة بناء الإنسان والمجتمعات خيارنا الوطني لمواصلة البناء الواثق الآمن. وأضاف إنه من دون المعلم لا يمكن للحلم أن يتحقق، ولا يمكننا أن نبني الإنسان الذي يحترم قيمة العمل والمواطن، ولا يمكن للأوطان أن تبنى ولا الإنسان أن يتطور. هنا يأتي دور المدرسة التي تمثل مصنع الإنسان بكل ما يعنيه ذلك من تحديات وبرامج ومستلزمات، ودور المدرسة هذا لن يكون فاعلاً إذا لم يكن المعلم المؤهل المؤمن برسالة التعليم وبدوره الوطني والإنساني في زراعة بذور الخير بأبنائنا ورعاية نشأتهم وبناء شخصيتهم ومنظومة القيم التي تجعل من كل فرد منهم إنساناً فاعلاً متفائلاً ذو قيمة من خلال العمل والعطاء والإنجاز والبناء. هذا هو التحدي الذي نضعه اليوم أمام مجتمعنا، ونحن نكرم معلمينا باعتزاز وفخر وثمار جهدهم بالطلبة المتفوقين، لأن من دونهم لا يمكن للحلم أن يتحقق، ولا يمكن لنا أن نبني الإنسان الذي يحترم قيمة العمل والمواطنة، ولا يمكن للأوطان أن تبنى ولا للإنسان أن يتطور. من جهتها ونيابة عن زميلاتها وزملائها المعلمين، قالت المعلمة شيرين غطاس سماوي إن المعلم هو أساس العملية التعليمية في المدرسة، وهو بالنسبة لطلابه بمثابة الأب، وكذلك المعلمة بمثابة الأم، وهما يقومان برعاية التلاميذ والخوف عليهم ويسلحونهم بالعلم والمعرفة ليصلوا إلى ما يصبون إليه. وأكدت أن مهنة التعليم من أهم المهن في المجتمعات، لأن المعلم هو من يقدم للمجتمعات الطبيب والمهندس والقاضي، فبدون القيم التي يبثها المعلم في التلاميذ لن يكون هناك مجتمع واعٍ. بدون القيم التي يبثها المعلم والمعلمة في التلاميذ لضاع المجتمع بسبب ضياع ثروته البشرية، ألا وهي الأطفال والشباب. والأردن كغيره من الدول
يفتخر بكوكبة من المعلمين الموجودين فيه، فللمعلم مكانة مميزة في المجتمع الأردني، ويحترمه الصغير والكبير، ويقدر الجميع الرسالة العظيمة التي يقوم بها. والأردن كدولة رائدة في مجال التعليم وعرفاناً منها بجميل المعلم، تحتفل بعيد المعلم العالمي مع بقية دول العالم. وفي نهاية الاحتفال وزع مندوب رئيس الوزراء الدروع والشهادات التقديرية على المعلمين والمعلمات والطلبة المتفوقين. عقد اتحاد الرهبنات في الأردن اجتماعه الأول لدورته الجديدة تحت عنوان تحديات الحياة المكرسة، وذلك في دير بيت الزيارة لراهبات الوردية بعمان، حيث اشتمل اللقاء على العديد من النقاشات والحوارات الروحية الهادفة. وابتدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين، جاء فيها الشكر لله أولاً الذي دعانا واختارنا للعمل في الخدمة العامة، والشكر الموصول لأمنا العذراء على عطائها غير المحدود في المسيرة الرهبانية، داعية الراهبات للصلاة معها ولأجلها لتواصل المسيرة على نهج أخواتها الرئيسات الأوليات. وحول تحديات الحياة المكرسة، قدم المطران الشوملي محاضرة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه الحياة الرهبانية من خلال تجارب عملية تراودنا وأمراض روحية تهددنا، داعياً إلى التعمق في رسالة التكريس والعمل الروحي الذي تقوم به الراهبات في مختلف المجالات، اقتداءً بسيدة البشرية أمنا مريم العذراء، رمز الخدمة والإيمان والمحبة والعطاء. وفي ختام الاجتماع الروحي، التأمت الراهبات في القداس الإلهي الذي ترأسه المطران ويليام الشوملي، وعونه فيه الأب رشيد مستريح المرشد الروحي للاتحاد، حيث رفعت فيه الصلوات بمختلف اللغات على نية الكنيسة والدعوات الرهبانية والحياة المكرسة والسلام في بلادنا. صحيح، شاكر لاتحاد الرهبنات لتنظيم هذه اللقاءات الشهرية، مما تعطي دفعة قوية إلى الأمام لمختلف الراهبات العاملات في الأبرشية، وأشكرهن على عملهن الدؤوب. أقيمت في كنيستي يسوع الملك للاتين في المصدار ومار شربل للموارنة بعمان قداديس إلهية بمشاركة ميرنا الأخرس القادمة من حي الصوفانية بسوريا، لتشارك جموع المؤمنين شهادتها وخبرتها الروحية وتنقل رسائل كثيرة خاصة من أجل وحدة الكنائس. المزيد في هذا التقرير. استقبلت رعية يسوع الملك للاتين في المصدار السيدة ميرنا الأخرس القادمة من حي الصوفانية في سوريا، حيث أقيم قداس إلهي ترأسه الأب عدنان بدر راعي الكنيسة بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وبمشاركة عائلة الصوفانية القادمة من ناصرة الجليل في الأراضي المقدسة وعدد من الراهبات وشوقة وكشافة الكنيسة وجمع من المؤمنين وأبناء الرعية. وتحدث الأب عدنان خلال القداس عن حياة القديسين الأبرار الذين كرسوا حياتهم لله، داعيا الجميع إلى الاقتداء بسيرتهم وأن نتمثل بهم في حياتنا. وقدمت السيدة ميرنا الأخرس شهادتها الروحية مشاركة جموع المؤمنين الخبرة التي عاشتها في منزلها في سوريا من أعاجيب وانخطافات مع السيدة العذراء، لتنقل رسائل كثيرة خاصة من أجل وحدة الكنائس. ليش ربنا اختار الشام؟ ليش ربنا اختار الصوفانية؟ ليش الرب اختارني؟ ليش الرب اختار الشرق؟ ما حدا بيعرف. إنما أنا من أول لحظة قلت يا رب خذ إرادتي لحتى إرادتك تشتغل بحياتي. أنا سعيدة اليوم بوجودي بالأردن، و الفرح اللي عم بعيشه لأنه مش بس إنه صلينا لحتى نلتقي مع أخوتنا اللي جايين من
أنحاء الجليل ومن الناصرة ومن الرينة ومن شفا عمر فرحي أكثر لأنه فتح الطريق لإلهم وفتح الحدود كمان. يعني هلأ اليوم سمعت أنه بارح أنا جيت عن طريق الجو وبنفس الوقت كانت فتح الطريق بالأرض، يعني فتحت الحدودين بين سوريا والأردن. هيدا فرح لا يوصف لأنه حلو حلو نرجع أيام زمان وترجع سوريا والأردن أخوي ويرجعوا يلتقوا الأخوة مع بعض سواء كانوا بالأردن أو بسوريا. فمبسوطة كتير بهاللقاء وصلوا لنا لحتى وين ما رحنا، هيك شهادتنا صادقة ومثمرة. أنا مبسوطة بفرح العالم مع أنه بضلني بقلهم أنه ما تفكروا أنه أنا مميزة عند الرب، يعني فرحهم هن بوجودي بحسسني بشعور هيك أنه أنا ولا شيء، يعني يسوع هو كل شيء، العذراء هي كل شيء. فكلنا مدعوين وكلياتنا عنا رسالة، بس إنه نفتح قلبنا لحتى نعرف شو هي رسالتنا. بس إنه مبسوطين بوجودي معهم مثل ما أنا مبسوطة بوجودي بحضوري معهم. وشكراً لكم، شكراً لتل الميير يلي رافقتنا من بداية الحدث وبعدها عم ترافقنا. وفي ختام القداس تحدثت السيدة فيروز راشد من مؤسسي عائلة الصوفانية والأب سهيل المرشد الروحي للعائلة والأخ بهيج خوري بكلمات شكر ومحبة وامتنان لمشاركتهم في هذا اللقاء الروحي، بالإضافة لتقديم وشاح العائلة كهدية تذكارية للسيدة ميرنا الأخرس. جينا على الأردن حتى نلتقي مع أختنا ميرنا الأخرس نزور من سوريا، قادمة من سوريا خصيصاً لملاقاتنا، فإحنا منشكرها كتير ومنقدم تحياتنا لأهل الأردن النشامة اللي استقبلونا بصدر رحب. حالياً مرشدنا الروحي أبونا سهيل خوري وهم رافقنا بهالزيارة، وإحنا منشكر نورسات اللي دائماً مرافقتنا في زياراتنا للأردن مش أول مرة. نشكر الدكتورة باسمة السمعان اللي كنت على اتصال معها حتى تصورنا الحدث، وإن شاء الله نلتقي إحنا وياك في الناصري. وفي كنيسة مار شربل للموارنة استقبلت الرعية هناك السيدة ميرنا الأخرس، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه المنسنيور غازي خوري راعي الكنيسة، بمشاركة الأب سهيل والأب سامر زكنون والشمامسة وحضور وفد عائلة الصوفانية في الأراضي المقدسة وجوقة الكنيسة وجموع المؤمنين. وأشار المنسنيور خوري في عظته إلى أن الله منحنا الخلاص منذ الخليقة بدم يسوع المسيح على الصليب، فيسوع بذل ذاته من أجلنا، وهذا يعلمنا كيف نحب ونعطي دون مقابل. اجتمعت الأخوية مع كمان هالجماعة الصلاة الصوفانية حتى يمجدوا الرب ويستقوا من روحانية مار شربل، من روحانية مريم العذراء، لحتى يعطوا للخليقة كلها حب اللقاء، حب الوحدة، حب الصفاء، حب الاستفادة من التنوع. حلو التنوع أخوتي. وخلال شهادتها الروحية التي قدمتها السيدة ميرنا الأخرس قالت إن ظاهرة الصوفانية هي علامة من العلامات الإلهية التي تذكرنا بضرورة العودة إلى الله والكنيسة والإنجيل. وتعزيتي الكبيرة هي أمي العذراء يلي هي اللي علمتني كيف بدي يكون صبورة، كيف بدي يكون حكيمة، كيف بدي يكون مطيعة، كيف بدي يكون متواضعة. قد ما قدرت مش لأقدر أوصل بقناعتي أنا لأرضي الرب، إنما الرب بيقبل لأنه بيحب. ومهما كان عملنا بسيط إذا منعمله بحب فهو بيكون بنظر الرب كتير كبير. بحضور سيادة
سيادة المتروبوليت فينيديكتوس رئيس محكمة الاستئناف بكنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من الآباء الكهنة وممثلي جمعيات خيرية. رعت الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس حفل إفطار المحبة الثاني الذي أقامته إذاعة صوت الكنيسة بعمان، والذي تم لغايات تمتين العلاقة بين الإذاعة التي مضى على تأسيسها 3 سنوات وبين مستمعيها داخل المملكة الأردنية الهاشمية. وفي كلمة لها خلال الحفل تحدثت السمعان عن الدور الديني والروحي لإذاعة صوت الكنيسة وعلاقة التوأمة بمكتب فضائية نورسات الأردن وعن أهمية دعم الشباب في أعمالهم ونشاطاتهم الهادفة. وأشار عدد من الآباء الكهنة إلى ضرورة دعم الإذاعة لتنقل بالصوت جميع الفعاليات الدينية والقداديس الإلهية من كافة الكنائس الرسولية في الأردن. كما تحدث مؤسس الإذاعة رائد حنة عن قصة تأسيس إذاعة صوت الكنيسة والأهداف التي أنشئت لأجلها. أقامت مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان في بيت لحم احتفالاً تكريمياً لوداع المفتش الإقليمي للسلزيان في الشرق الأوسط وحفلاً مماثلاً لاستقبال المفتش الجديد. التفاصيل في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوة. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات السلزيان السادسة في بيت لحم بوداع وتكريم المفتش الإقليمي السابق للسلزيان في الشرق الأوسط الأب منير الراعي، وذلك في مسرح السلزيان في بيت لحم بحضور عدد من الأباء الأجلاء، الأب بشير سكر رئيس دير السلزيان، والأب رامي عسكرية كاهن رعية اللاتين في بيت لحم، والمحامي الأستاذ أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، والقادة في دائرة الكشافة والمرشدات الفلسطينية التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للمفوضة، والمفوض والمفوضة الكشفية، والرواد الكشفيين، وقادة المجموعات الكشفية، وأعضاء وأفراد مجموعة السلزيان السادسة. بعد كلمة الترحيب بالحضور، عزفت المجموعة السلام الوطني الفلسطيني، وتلاها كلمة من الأستاذ أنطون سلمان، شكر الأب منير على خدمته في دير السلزيان طيلة 6 سنوات واعتنائه بالشباب والشبيبة، وكما وشكر القائد فؤاد سلمان وقفة الأب الراعي مع المجموعة ومع الشبيبة وعلى إنجازاته طيلة فترة خدمته في الشرق الأوسط. وفي كلمة الأب الراعي، شكر الله على تواجده في هذا الدير وأن يتمثل الشباب بالقديس دون بوسكو، كما ورحب الأب منير بالأب الجديد ليون إليهاندرو المفتش الإقليمي الجديد للسلزيان في الشرق الأوسط وسلمه أمانة الشباب، كما وتم تكريم الأباء بهدايا تذكارية. وبعد التكريم توجه المدعوين إلى عرين المجموعة التي تم ترميمه مؤخرا وافتتاحه بحلته الجديدة، وأقيم حفل استقبال في باحات الدير وأخذ الصور التذكارية. نحن خاصة كرهبنة بتعتني بتربية الشباب، كتير هيك شجعت الشباب إنه هاي بلدكم هاي أرضكم، وبتمنى هيك تكونوا فعلا أوفياء ومخلصين عن طريق إيمانكم، عن طريق رسالتكم، وعن طريق خدمتكم. ورغم كل الصعوبات اللي عاشتها المنطقة اللي هي من زمان ورح تبقى هالصعوبات، لا تخافوا، الرب يسوع معنا، ونحن هيك كمان كسل زيان معكم ومريد انه نقويكم ونشجعكم، وبتمنى لهم فعلا كل خير شبابنا، لانه شباب هي شباب رائعة وطيبة وقوية، وهي جدا هيك عندها كمان طموح رغم انه كل الصعوبات اللي ممكن يعيشوها. هاي من كل قلبي هيك، وأنا يعني بتمنى فعلا هالمنطقة يحل فيها السلام، أهم شيء نعمة السلام للكل للكل هيك، آمين يا رب. ومثل إبراهيم يعني في سن 70، بس يعني اكتشفت خبرة رائعة جدا مع شعب بيت لحم وشباب بيت لحم وشباب السلزيان كشاف ومدرسة ومصلى، رغم المعاناة اللي بتعيشها العائلات والشباب بيت لحم وأولاد بيت لحم، شفت عندهم روح تواقة جدا لأنه يرفعوا مستوى حياتهم
وخاصة في العطاء الإيجابي للمجتمع، حتى الإنسان يحس أنه هذه الأرض تستحق أنه نعيش عليها ولا نهجرها بكل ما فيها من قيم روحية. وهلا عندي المسؤولية الجديدة اللي صار الرئيس الأقليم للسلسيان بشوك الأوسر، وهلا حاليا ببيتلحم إن شاء الله الخدمة للسلسيان بالأرض المقدس صار أحسن خلال للخير للشبيبة للأولاد. شكرا. إحنا المزبوط احتفالنا اليوم بداية لوداع وتكريم الأب منير الراعي المفتش الإقليمي السابق لدير السلزيان، ولا استقبال الأب ليون أليخاندرو المفتش الجديد، وكمان لافتتاح عرين المجموعة بعد ترميمه وانتهاء من أعمال الترميم. للنورسات مارلين الحدوى من دير السلزيان دون بوسكو بيت لحم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. منح رتبة الشموسية لعدد من أبناء الرعية الأرثوذكسية. المطران ويليام الشوملي يحاور حول تحديات الحياة المكرسة في لقاء اتحاد الرهبانيات. مدينة الفحيص تقيم حفلة تكريم للمعلمين والطلبة المتفوقين. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.